نتواصل معكم في صباح الشروق وعدد من الفقرات المختلفة والمتنوعة. مباشرة إلى الاتحاد الخاص بالمرأة بولاية الخرطوم، هو واحد من الاتحادات التي انبرت لخدمة المرأة في كل القضايا المجتمعية والسياسية والثقافية للمزيد من تمكين المرأة. كل تأكيد نزعة جدا أنه تكون معنا ضيفة كريمة، هي أمينة اتحاد المرأة ولاية الخرطوم الدكتورة أحلام الفكي، للحديث عن كل هذه المحاور والموضوعات وأيضا مشروعات اتحاد المرأة بصورة عامة. أهلا بك دكتورة أحلام وصباح الخير. أهلا بكم الإخوة بنات الشروق، والتحية لكم، ونحن سعيدين جدا بهذه الاستضافة في هذا الصباح الجميل. صباح الخير إن شاء الله يا رب. دكتورة، خلينا نتكلم على عجالة بمشاريع الاتحاد بشكل عام اللي تمت في الفترة الماضية. حقيقة أنا يعني نحن في خطتنا العامة للاتحاد العام للمرأة السودانية خلال الفترة المقبلة والفترة السابقة عندنا مشروع تركيزي، مشروع قوتنا من بيوتنا. أيوة، مشروع قوتنا من بيوتنا ده نحن هدفنا به الاكتفاء الذاتي، صح، محاربة الفقر. ويمكن يكون يعني هو حقيقة عبركم ده أسمي دور أخواتنا الأسسوا للاتحاد. نحن يعني حقيقة لقيناه في خطة الاستراتيجية من ضمن المشاريع التركيزية للمرأة. ونحن الآن في ولاية الخرطوم قلنا الدورة 2018-19 حيكون هو المشروع الأول والمشروع التركيزي للاتحاد العام للمرأة السودانية. ويمكن يكون نحن في العمل عندنا لجنة عليا برئاسة الدكتورة إقبال جعفر، وهي متخصصة في الاقتصاد. اتعملت ورشة تحدثنا فيها عن أهمية هذا المشروع، ويمكن كان الورشة فيها شراكات مع بنك الأسرة، مع منظمة مؤسسة الأمل النسوية للتمويل الأصغر، وزارة الزراعة، وكل الأطراف اللي بتهتم بموضوع الزراعة المنزلية. طيب، من خلال الشراكات دي غطيتوا كم في المية من النساء في ولاية الخرطوم؟ نحن طبعا الآن هو الموضوع المشروع بادي، يمكن يكون نحن استهدفنا في البداية من كل محلية 300 بيت. ويمكن يكون نحن في الأسبوع الفات دشنا برنامجنا في محلية كرري. ويمكن يكون نحن يعني حتى المنازل اللي زرناها الحمد لله رب العالمين اطمئنينا جدا. أول حاجة زارعين خضرة وبامية وفلفلية، وفي ناس زارعين أشجار مثمرة زي الليمون وزي التوت وزي وبرضه عندنا الكركديه، حتى البليلة هم زرعوا في رمضان اكتفوا ذاتيا وباعوا لجيرانهم. الحمد لله. طبعا احنا برنامج قوتنا بيتنا فيه محورين، محور زراعي ومحور حيواني. برضو يعني عندنا بعض النساء امتلكوا الغنم السعانين، وحقيقة يمكن يكون اكتفوا في البيت وصنعوا الجبنة والزبادي وباعوا. وبرضو عندنا تربية الدواجن. والآن احنا يعني ما لسه ما بدينا المشروع، لكن دارين نتجه لزراعة السمك. جميل، دي خطوات مميزة جدا كلها. في حاجة لسه في المشروع ولا؟ اللي هو مشروع قوتنا بيتنا، احنا يعني لقينا ناشد المرأة السودانية أو المرأة على مستوى ولاية الخرطوم أيضا، نعم، إنه الناس يعني تهتم بالزراعة المنزلية. وحتى الآن الزراعة المنزلية أصبحت، جميل، يعني الناس بقت تستخدم القصيص، يزرع فيه الأسود والعجور. يعني احنا عايزين نقول صح، الزراعة المنزلية الناس كلها الآن في الحيشان، الآن احنا زرناهم ديل كلهم عندهم مساحات كبيرة في حيشان ونزرعوا، لكن برضو في بعض من النساء يعني حابين الزراعة، زرعوا في القصيص وفي الطشط، البيوت السيراميك، نعم، زرعوا العجور والشطة الخضراء. وبرضه يعني مهما كان الوضع نقدر نقول إن عندنا كل المقومات هي متاحة ومتوفرة، بس كيف نقدر نستغلها؟ برضه بيقع عليكم دور كبير جدا في التدريب والتأهيل للموضوع ده. من ضمن مشروعاتكم برضه في مجموعة من القوافل، فياريت لو تكلمينا عنها برضه. قبل ما أخش فيها أنا عايز أقول لك موضوع التدريب. نحن يعني عبركم بنشكر تنمية الموارد البشرية، نعم، دربت لنا 65 امرأة في الزراعة المنزلية في جامعة في جامعة الخرطوم كلية الزراعة. في عندنا شراكة ذكية جدا معهم، وهم معنا في المشروع بتاع قوتنا بيتنا دربوا لنا. مشاريعنا الحمد لله رب العالمين، احنا في الخريف كان عندنا غرفة بتاعت عمليات، غرفة العمليات دي عندنا مبادرتنا اسمها تكل عزة. طبعا احنا قلنا احنا نساء ما حنقدر نحفر ما حنقدر نردم، لكن المبادرة بتاعتنا كانت تكل عزة. تكل عزة ده احنا كان على مستوى 7 محليات. نحن كنا بنصنع الوجبات للعاملين في الخريف اللي بيحفروا والبردموا الشباب والريال، يعني تطلع لهم وجبات من تكل عزة. والمتضررين برضه واللي ما بيقدروا يطبخوا نفس اليوم وحصل لهم ضرر، برضه نحن كنا بنمولهم من تكل عزة. والحمد لله في الفترة الأخيرة نحن اتجهنا لأنه نحن
يعني المناطق المتضرره نودي لهم في كل عزه يعني كمواد تموينيه. ويمكن كانت اول تجربه لنا احنا اتجهنا لواوسي عملنا لهم زياره حقيقه يعني هم كانوا متضررين يعني حقيقه في بعض البيوت ممسوحه يعني حتى متابخهم انتهت يعني الحمد لله رب العالمين يعني الواحد يقول يعني ان شاء الله تكون يعني خير وبركه لهم وده امر ربنا الناس ما بتتكلم فيه يعني لكن عايزين نقول ان شاء الله يعني ربنا يعوضهم وسيرنا غافله فعلا بمواد تموينيه اشتملت على 10 اصناف في الكرتونه اللي هي احنا سميناها كل عزه لانها مشتمله على الحاجات كلها حقت المطبخ حقت المطبخ والحمد لله احنا زرنا ناس واوسي لقيناهم الناس يعني صابرين ومؤمنين يعني بالغداء والغدر اللي حصل لكن حسينا بانه يعني كان في اثر كبير وانا يعني عايزه اناشد المنظمات الطوعيه عبر كل تضافر الجهود واتمنى انهم كلهم يزوروا واوسي ويشوفوا الحاصل يعني لكل الناس اللي تضرروا والناس تدعمهم يعني هم الان محتاجين لخيام محتاجين ل يعني كل المتطلبات محتاجين لها. دكتوره احلام وانت امين اتحاد المراه بولايه الخرطوم في كثير من المشاريع، المشاريع نفسها كيف بيتم تفصيلها على واقع وحال المراه السودانيه؟ احنا من الان بنعلم انه المراه بقت شغاله، المراه بقت هي مسؤوله من 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 البيت لو غاب رب البيت لاي سبب من الاسباب. كيف المشاريع دي بتتم تفصيل عشان ما تتواءم مع الحوجه الخاصه بالمراه؟ حقيقه نحن طبعا يعني دائما الخطه بتاعتنا بتكون مبنيه على الحوجه بتاعه الحوجه بتاعه الموجوده في الوقت الراهن يعني نحن يمكن يكون عندنا امانات كثيره مختلفه صحيح بتهتم بكل فئات المراه بما فيهن المراه العامله عندنا امانه اسمها امانه التنظيمات وشؤون المهنيات دائما بيكون عندنا برامج بنعملها يوم السبت لكن عموما المراه برنامجنا بيكون شغال على مستوى على مدار الاسبوع لكن برضه عندنا خصوصيه للمراه العامله وهي معانا موجوده الحمد لله رب العالمين ويمكن يكون نحن اغلبيه النساء الان يعني نحن بنعتبر النساء عاملات لو في المنزل او في يعني في الوظائف الحكوميه والحمد لله انه نحن بنشهد انه المراه السودانيه تطورت حقيقه يعني تطورت والان نحن انا عايزه اقول لك الاتحاد العام للمراه السودانيه اصبح كل ثلاث ارباع الوزيرات الان الموجودات على مستوى الـ 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 الوزارات هم خريجات الاتحاد العام للمراه السودانيه وعايزه اقول لكم انا يعني بقول الاتحاد العام للمراه السودانيه مدرسه خرج العديد من النساء. جميل. طيب نتكلم برضو ونمشي في خواتيم هذا الحوار عن جائزه فاطمه السويدي للاعلاميات. حقيقه نحن يعني درج الاتحاد العام للمراه السودانيه في كل خططه الاعلام كان بس بيعمل لنا تغطيه اعلاميه يعني ما حصل قدمنا لحاجه دائما شغلنا يعني هو اصلا اهداف الاتحاد طبعا هي سياسيه واقتصاديه واجتماعيه صحيح لكن كنا دائما حقيقه حسينا ان احنا ظالمينه دائما نطلب منه يغطي لنا ويظهر لنا برامجنا وكذا فالحمد لله امانه الاعلام هي صاحبه الفكره امينه الاعلام اخذنا عفاف بابكر الفكره نحن طرحنا كتجربه جائزه الاعلاميه المميزه أخذنا فيها ثلاثة محاور كتابة العمود والتحقيق الصحفي والفيلم الوثائقي القصير إن شاء الله الجائزة دي حتكون برعاية حرم رئيس الجمهورية الجوائز مقدمة لنا فاطمة السويدي لكن الراعي المشرف أستاذة فاطمة خالد حرم رئيس الجمهورية حترعى هذا البرنامج وأيضا فاطمة السويدي هي يعني سفيرة يعني في الإعلام أيضا وسفيرة إنسانية صحيح. وهي درست الإعلام في السودان وهي يعني حقيقة رحبت بالفكرة وحتجي السودان وحتقدم جوائز بإذن الله ونحن فاتحين الآن على موقعنا وأيضا التسليم باليد في دار الاتحاد في شارع البلدية عمارة التجديد الطابق السادس الآن نحن الجوائز المقترحات تتقدم لنا عبر الاتحاد وعبر موقعنا الالكتروني والحمد لله نحن يعني شاركوا معنا العديد من الاعلاميات نفتكر نحن احنا فخورين بانه شاركنا الاعلاميات صحيح والاعلاميه السودانيه مميزه في كل المجالات الصحافه الورقيه او حتى الصحافه يعني المربوطه بالصوره اللي هي البرامج التلفزيونيه وغيرها خلينا برضو نتكلم عن متين التسجيل حقك في اخر سؤال يعني احنا زماننا انتهى يوم 7/10 7/10 بعدك حيبدا الفرز والتنقيح وان شاء الله حتفرزوا استضافه ثانيه لقناه الشروق ليكي او لاي زول من الاتحاد عشان ما نتكلم عن الجائزه بشيء من التفصيل ان شاء الله حيكون الختام في قاعه الصداقه ان شاء الله يعني نحن عندنا لجان فنيه متخصصه
يعني أنا من خلالكم يعني بقدم الدعوة لكل أخواتنا الإعلاميات، نحن عايزينهم يشاركوا، عايزينهم يساهموا معنا، ويعني إن شاء الله الجوائز ذات المقدمة جوائز مالية مغرية. في الختام لكم التحية والتقدير، وأنا سعيدة إني حضرت معكم هذا الصباح الجميل. شكرا لك، شكرا جميلا دكتورة أحلام الفقيه أمين اتحاد المرأة ولاية الخرطوم.